أشباه كمبيوتر الـ IBM في التسعينات كانوا داخلين على سيطرة كاملة على سوق الكمبيوتر، وبالفعل حصل. نظام داس اللي كان مخلي استخدام أجهزة كمبيوتر الـ IBM صعبة خلاص بقى ليه بديل، وكان ويندوز 95. أول نظام كامل بواجهة مستخدم بعد ما كان اسم ويندوز من مايكروسوفت يعتبر برنامج واجهة للنظام داس طول الإصدارات السابقة. ظهور ويندوز 95 بالفعل قتل كل أجهزة الكمبيوتر اللي كانت متواجدة في المنافسة، أميجا، أتاري، أيكورن، NEC وغيرهم اختفوا من السوق عدا الماكنتوش. وفي الوقت ده كان انتصار كامل لسلسلة معالجات الإكسيري 6 اللي ما زالت تستخدم لحد النهاردة في أجهزة الكمبيوتر، لكن دي قصة لوقت تاني. ويندوز 95 نجح جدا لدرجة انه خلى بيوت كتيرة كانت اخرها تسمع عن الكمبيوتر فقط يدخلها جهاز كمبيوتر. بسبب الواجهة البسيطة وسهولة الاستخدام وبدء توفر العاب خاصة على النظام، فمايكروسوفت قرر انهم ما ينفوش مكانهم ويدوروا على حاجة اقوى. بحثا عن القوة والسيطرة بشكل كامل على سوق الكمبيوتر، مايكروسوفت بدأوا بالفور بالعمل على نظام تشغيل اقوى واحدث. وفي 1998 النظام اللي قلب الدنيا جوه سوق الكمبيوتر وسوق أنظمة التشغيل، ويندوز 98 نزل. ظهور النظام ده بقدر ما هو مالوش تأثير كبير زي ويندوز 95 مع المستخدمين، إلى أنه كان مهم جدا مع باقي مهتمي الصناعة. النظام الجديد حط نظرة غير لائقة وسلبية قدام مهتمي الصناعة، لأن النظام بغض النظر أنه صلح غلطات 95 التقنية، إلى أنه قدم سلسلة مشاكل كتيرة تانية كانت في الحماية واستخدام الواجهة الجديدة اللي كانت بتتسبب في الشاشة الزرقاء. ومعلومة صغيرة كمان، أن الشاشة الزرقاء نفسها ظهرت لما عم بيل جيتس كان بيقدم مميزات النظام الجديد على المسرح وبيروج عنها مع واحد من فريق الماركتينج. طبعا بيل جيتس لحق الترويج وقال بترول أن لسه النظام ما تمش تطويره بالكامل. Must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely. 98 كان النظام اللي مركز اكتر انه يدي اداء اكتر للمستخدمين واللاعبين، مع ظهور DirectX 6 ولاحقا DirectX 7 بالاضافه لدعم كامل لاول اجيال اليو اس بي وتقديم مكونات زياده للمستخدم عشان يقدر يتحكم في مساحه الهارد بحريه اكتر، ومكونات تقنيه اكتر في الشبكات والصوت، ودعم باس انترفيس بسرعات اعلى للنظام. اصدار النظام الجديد ما فشلش، لكن زي ما قلت خد نقد سلبي بسبب الشاشة الزرقاء. وفيما كانت مايكروسوفت عايزة تسيطر على السوق وتحتكره، لينكس ظهر على أجهزة الكمبيوتر الـ x86 أو أشباه الـ IBM. وحركة زي دي قلقت مايكروسوفت شوية، وفي ناس من الصناعة نفسهم زي لاينس تورفولد كانوا مؤيدين للحركة دي عشان كانوا ضد سيطرة مايكروسوفت على السوق واحتكاره. طبعا بيل جيتس راجل بارد وما كانتش فارقة معاه كده كده. الراجل خد كيكة في وشه بسبب حوار زي دوت وعدة حوارات تانية في 99، لكن مايكروسوفت ما تتهزش. في 99 نظام ويندوز 98 نزل له نسخة محسنة جدا فيها تصليح لكل مشاكل النسخة اللي نزلت، وخدت نقد ممتاز عليها. النسخة كانت عظيمة جدا في الاستخدام بدون اي مزاولات من شاشة الزرقاء، لكن مايكروسوفت ما تهداش من الاحتكار. في نفس الوقت طلعت حركة جديدة ضد مايكروسوفت بسبب المتصفح بتاعهم، انهم حاطين انترنت اكسبلورر مع نظام التشغيل نفسه كوسيلة من مايكروسوفت انهم يحتكروا سوق برامج تصفح الانترنت. في المقابل متصفح زي نسكيب نافيجيتر راح في داهية، والواجهة بتاعت مايكروسوفت انهم شركة شريرة عايزة تسيطر على السوق لوحدها فضلت تستمر لفترة طويلة. في اواخر 99 بيل جيتس قال انهم هيبطلوا يستخدموا الكيرنل او المحرك بتاع داس في انظمة ويندوز القادمة، ان ويندوز 98 سكند اديشن هو اخر اصدار يخرجوه للسوق بالمحرك المذكور. لكن في اوائل سنة 2000 نزلوا نسخة مختلفين من انظمتهم الجديدة. نظام MA طلع مستخدم المحرك بتاع داس، لكن الواجهة بتاعت محرك NT اللي لا يزال يستخدم لحد النهاردة، ونظام 2000 اللي مستخدم محرك NT لكن لأجهزة السيرفرات. محرك NT في الأصل ظهر في نفس الوقت اللي ويندوز 95 نزل فيه السوق، وكان في الأصل معمول لأجهزة السيرفرات عشان يدعم مكونات هاردوير أقوى عن الكمبيوتر العادي،
لكن مع تطور التكنولوجيا مايكروسوفت حابوا يجيبوا المحرك ده للأنظمة المنزلية في الإصدارات الجديدة. خروج النظامين دول كان في حد ذاتهم مشكلة اختيار للمستخدمين. إيمي كان مريح جدا للمستخدم ومليان برامج وألعاب المستخدم عايزها ويستخدمها بالفعل، أشهرهم ويندوز موفي ميكر، بس النظام ما كانش مستقر بالمرة، الحماية كانت رايحة في داهية، ونفس مشاكل ويندوز 98 مع الواجهة والشاشة الزرقاء. بس المرة دي الشاشة الزرقاء بتظهر بشكل متكرر، وده طبعا بسبب البرامج اللي ذكرناها، بالإضافة إلى أن بعض البرامج ما كانتش تمام مع المحرك بتاع النظام. ويندوز 2000 في المقارنة بقى كان أحسن بكتير ومستقر أكتر عن النظام ده. النظام ده لو فيه شاشة زرقاء حصلت فيه يبقى مشكلة المستخدم. النظام سريع جدا واستخدامه أحسن بكتير، وده النظام اللي تم استخدامه عشان يتبني عليه ويندوز XP، نفس المحرك بالظبط، وكمان تم استخدامه في بناء الأوريجينال إكس بوكس. ويندوز 2000 بغض النظر انه مصمم للسيرفرات، الا ان مبيعاته للمستخدمين العاديين كانت عالية جدا قصاد ME اللي هو مصمم للاستخدام الشخصي. الطرق الاولى والوحيدة اللي كانت متواجدة لامتلاك ويندوز 2000 كانت بملء ابليكيشن خاص للشركات، لكن مع الوقت ظهر في المحلات ومبيعاته تخطت ويندوز ME لبعض الوقت قبل ما XP يظهر. ويندوز ME كان اخر نظام يشتغل بمحرك DOS، وكان علامة مود نظام DOS بشكل اكمل انه في 2001 الدعم بالكامل على النظام والمحرك انتهى. ظلام يوم وشروق شمس يوم اخر. في 2001 مايكروسوفت عملوا واحدة من اعظم وصفات انظمة التشغيل على الاطلاق. كل مميزات المستخدم بتاعت ME بالإضافة إلى الواجهة والسرعة، ومش هنقول استقرار دلوقتي، ويطلع لنا واحد من أعظم أنظمة التشغيل على الإطلاق. ويندوز XP ما كانش مجرد نظام تشغيل، بل كان تجربة جديدة تماماً، أو في قول آخر New Experience. موسيقى عظيمة أثناء التصطيب، ثم ترحيب كامل بالمستخدم وشرح النظام جديد وكل مزاياه، وأخيراً راحت المستخدم مع النظام، لكن مش لوقت طويل. ويندوز XP أثناء إطلاقه ظهر معاه قائمة مشاكل كبيرة. النظام كان غير مستقر بالمرة، الدرايفرز كان فيها مشاكل تصطيب، إنترنت إكسبلورر ما كانش بيفتح نت، تغيير المستخدم بيجيب الشاشة الزرقاء، الاسطوانة كان فيها مشاكل تصطيب إن الداتا ما كانتش بتستكمل، وغيره وغيره. النسخة الأولى خدت نقد مختلط بسبب كده، لكن النسخة التانية اللي ظهرت في 2004 حلت 95% من المشاكل دي، بالإضافة إلى دعم هاردوير أجيال أجدد، ومن هنا ابتدى المشوار الأسطوري لويندوز XP. النظام ما كانش مجرد تحديث وواجهة جداد، بل أكتر، 3 أجيال مختلفة من الألعاب مدعومين على نفس النظام، السماح للمستخدم العادي بالتصميم وإنتاج أشغال محترفة، دعم لكل الأجهزة التقنية المتواجدة في الوقت ده، سهولة الاستخدام حتى كبار السن يقدروا يستخدموه بكل سهولة، مسلي جدا حتى لو معلهوش اي العاب مخصصة، تحكم اكتر للمستهلك، تحويل الكمبيوتر لجهاز مالتي ميديا هوم ثياتر لمشاهدة الافلام وخلافه، دعم حاجات كتيرة جدا وعمل حاجات كتير، وادى للمستهلك حاجات كتير اكتر من اي نظام سبق، وكان بينافس الماكنتوش بقوة لولا الحماية اللي كانت ضايعة خالص. لكن بغض النظر، مايكروسوفت سيطرت جدا على سوق الكمبيوتر وحتى بظهور لينكس، وكانوا محتكرين السوق بعض الشيء لحد اواخر الالفية، وفي ناس رفعوا قواضي عليهم من الناحية ديت وحتى اتريقوا عليهم، لكن في النهاية ويندوز XP كان عظيم، ما كانش مجرد نظام، وخلى ناس كتير ما تعرفش حاجة عن الكمبيوتر انهم حاليا يشتغلوا في مجال IT او يحبوا الالعاب او خلافه. السنة دي بنحتفل بعشرين سنة على النظام وكل اللي عمله لينا كمستخدمين، كلاعبين، كصناع محتوى، كموهوبين. ويندوز XP أثر علينا بشكل أو بآخر، ذكريات، متعة، أو حتى خلق سيرة مهنية وشغف لحاجة بنحبها. من غير XP الكمبيوتر ما كانش هيبقى في مكانته حاليا. شكرا للمتابعة، واسيبكم تكمل بيت يومكم. Peace.